حق تقرير المصير للشعب الأزواري مسألة حياة أو موت. اليوم القرار الأزواري قرار نهائي فيما يتعلق باستردار حقوقهم التاريخية، حق إقامة كيان يخصهم، حق إقامة دولة ليس مطلب اليوم، بدأ من عام 1957 عندما وقعت مجموعة شخصيات أزوارية عريضة تقدم بها الحكومة الفرنسية. منطقة أزوار لا يربطها بمالي سوى وجود الجيش المالي وقوات الأمن المالية في منطقة أزوار، وهذا الجيش لم يعود له أي دور فيما يتعلق بحماية استتابة الأمن والاستقرار في المنطقة، لم يعود له أي دور سوى اضطهاد الناس وزرع الخوف والإرهاب في نفوس سكان منطقة أزوار.